تم وضع ترسانة قانونية وتنظيمية جد هامة ترمي إلى خفض فاتورة الاستيراد وتطوير إنتاج وطني مع التوجه نحو التصدير. فتشجيع الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية وتحفيز التصدير يعتبران كأولوية من أولويات قطاعنا، والدليل حضورنا اليوم في هذا الموقع. ونحن نفتخر بوجود مؤسسات جزائرية بكفاءات جزائرية في وطننا تدخل الأسواق العالمية من خلال إنتاج محلي بحت.